الخبر الأول كان من فلسطين وكان عن الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش. هشام أبو هواش دخل إضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 141 يوما، وربما هذا يعني رقم قياسي يعني في مدة الإضراب عن الطعام. هشام أبو هواش انتصر في معركة الأمعاء الخاوية، وأجبر سلطات الاحتلال متمثلة في إحدى محاكم الاحتلال على إصدار حكم بالإفراج عنه في 26 فبراير القادم. الحرية تستحق أنه الناس تضحي من أجلها، والحرية تستحق أنه يخاطر هشام أبو هواش بحياته من أجل نيل حريته. فالحرية في فطرة الإنسان هي رديف الحياة، هي معنى من معاني الحياة. لا قيمة للحياة ولا معنى للحياة بدون حرية. والإنسان الذي يفرط في حريته طواعية والشعوب اللي تفرط في حريتها لا تستحق الحياة. كل التحية للأسير الحر هشام أبو هواش، والحرية لكل أسير ولكل مظلوم على ظهر هذه الأرض. طبعا مش هنقارن بين اللي مضرب عن الطعام في فلسطين في أحد سجون الكيان الصهيوني، وإنه كيف أرغم الاحتلال بعد 141 يوم. إن عندنا ناس بتضرب عن الطعام وبتموت بالإهمال الطبي، ولا بيسأل فيها في سجون بين قوسين بيرفع أصحابها أنهم ناس مسلمين وبيخافوا من ربنا وعايزين يقابلوا ربنا بكل اللي عملوه، يعني كأن اللي عملوه اللهم صل على النبي مفخرة. مش قادر أقارن، لكن احنا غصب عننا بنقارن ان يا جماعة ده واحد في سجون الاحتلال. ليس إعجابا منا بهذا النظام الغاصب المحتل، وليس ترحما عليه، لا أبدا. نحن من باب نقارن بين شر وبين أشر منه.